الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا أعمل معلمة في إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم، وإدارتنا من الإدارات الجيدة، وقد قدمت لمديرتي هدية فأنكر علي زملائي في العمل وقالوا إن هذا من النفاق، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، بما أنك تعملين في هذه الدار وهي مديرة لك، وأنت تتقاضين على عملك هذا راتبا، وهذا الراتب وبقاؤك في الدار مرهون بتقدير هذه المديرة لجهودك وإعطائك الدرجة المناسبة التي تخولك ببقائك أو انصرافك عن التدريس، فلا جرم أننا نعامل هذه المديرة كمعاملة سائر المدراء في أي جهة أخرى، وليس كونها جهة خيرية تجعلها تنفرد بحكم عن سائر الجهات في مثل هذه المسألة، فهي مديرة عليك وأنت تتقاضين على هذا العمل راتبا، ولها دورها في تقديرك وتقدير جهدك وإعطائك الدرجة المناسبة أو كتابة التقرير عن جهودك وعن أعمالك وعن الحث على بقائك أو الحث على فصلك وإبعادك عن هذا العمل، فهي بما أنها مديرة تملك ذلك، فأنا أرى والله أعلم أنها تعامل كمعاملة سائر المدراء، فلا يجوز للمرؤوس أن يعطي الرئيس هدية إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت تلك الهدية لعادة جارية بينهما، وإذا كانت النية سليمة فإنها لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فأنا أجزم إن شاء الله أنك لا تقصدين بهذه الهدية أن تجذبي انتباهها لك، أو أنك تحوزين حب قلبها لتجاملك فيما لا يجوز المجاملة فيه، هذا كله لا نتهمك إن شاء الله عز وجل بشيء منه، بل نقول بأنك ما أهديتها ذلك إلا لتشجيعها على الاستمرار على هذا الجهد والعطاء، ولكن وإن كانت نيتك سليمة وقصدك طيب، إلا أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الأمور المحرمة، فهدايا العمال غلول لأنها تفضي إلى المجاملات التي لا تجوز وإلى التجاوزات التي لا تجوز، بغض النظر عن نية من أهدى من باب سد الذرائع، فالمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم، وأنتم تعرفون أن الهدايا تأسر القلوب، فربما هذه الهدية تكون موجبة لمجاملة خارجة عن دائرة العمل، أو تجاوز يضر بالعمل، أو تقريب لمن لا يستحق التقريب، ولا يجوز أن نفتح مثل هذا الباب مطلقا، فأنا أرى أن ما فعلتيه خطأ، توبي إلى الله عز وجل منه، واعزمي على ألا تعودي إليه مرة أخرى، فإذا لم تكن ثمة عادة جارية بهذه الهدية بينك وبين هذه المديرة قبل أن تكوني تحت إدارتها، فلا يجوز لك أن تبتدئي هدية لها ما دمت تحت إدارتها، هذا من باب براءة الذمة وسد الذريعة والبعد عن المجاملات التي لا تجوز أو التجاوزات التي لا تجوز بسبب هذه الهدايا، والله أعلم.